مرحبا متابعين صيانتكم وجوهرات خضير الخفاجي. طبعا لان نحبكم ونعزكم راح نشوفكم اليوم احلى كولكشنات واحلى اساور خليجيه. بس خلينا نبتدي بالجمال والرقي والفخامه اللي انا لابسته. شوفوا لي هذا كرسي جابر، طبعا هذا ما متوفر غير بس بخضير الخفاجي. شوفوا لي الجمال والرقي، في ستراس كلش ناعم. شوفوا لي المحابس، الفخامه والرقي والجمال، هم بيها ستراس كلش بسيط وناعم. المحبس ويا الكرسي، وشوفوا لي الاساور الخليجيه للجنن. طبعا كلش هواي اساور عندنا كل الاحجام. شوفوا لي تعالي، شوفوا هذا الديزاين ايش قد حلو ومتميز وراقي. بس شوفوا شلون شكله جميل. طبعا الاحجام كلش مختلفه، اللي يعجبكم اكو ناعم اكو فخم. شوفوا الجمال، باعوا هذه الاشكال الجميله، هذا شويه يجي ارفع من الباقين. باعوا الجمال والفخامة، طبعا هذه كلها خليجية. باعوا لي الجمال، شوفوا يعني قطع تبيع نفسها بنفسها، فخامة ورقي. شوفوا هذه القطعة شوية مختلفة من الديزاين مالتها. شوفوا لي هذه، شوفوا هاي تجنن تجنن، كلش حلوة بالإيد وفخمة وراقية. باعوا، ما راح أحكي أنا، هي واقفة نفسها بنفسها. شوفوا لي هذه شوية أرفع من الباقيات، كلش راقية وكلش حلوة فخمة بالإيد. باعوا لي، شوفوا هذا ايش قد حلو. عفوا وقعت انت، بس شوفوا لي. نذكركم بعنواننا المنصور تقاطع الرواد، مجوهرات وصياغة خضير الخفاجي. وعندنا توصيل للمحافظات والبغداد، بغداد يوم والمحافظات يومين وتأمرون أمر.